كل يوم نسمع مشاهدينا معلومات عن كورونا ومعلومات مغلوطة. كورونا يعني ممكن ليه بتأشر عليه لما تقول كورونا؟ ليه بتأشر عليه كورونا؟ ايوه خليك قدام. ممكن يصيب هذا المرض او ينتقل لك العدوى بهذه الطريقه او تلك الطريقه، يعني في كثير من المعلومات صحيح. قد تكون مغلوطه. احنا اليوم راح نناقش هذه الحقائق اللي لازم يعني ما من غير الجيد نصدقها، صحيح. لانها ممكن تسبب لنا بعض اللغط يعني بالمعلومات. صحيح فعلا. واليوم يمكن راح نخضع للاختبار، عاده احنا نختبر ضيفنا، اليوم ضيفنا حيختبرنا عشان نجاوب على بعض المعلومات المغلوطة مع الدكتورة يمنى الديراني أخصائية الأمراض الجرثومية والمعدية. ويسعد لي صباحك يا رب. صباح النور. أهلا وسهلا. إحنا دحين حنروح ونشوف هذا الكليب لمقاطع فيديو كده وصور فيها ناس صارت يعني تحط كمامات كثيرة وصار عندهم خوف، وكمان حتى كمان للحيوانات الأليفة عشان تحميهم من العدوى. خلينا نشوف ونرجع تاني. يلا. دكتورة قاعد نشوف يعني شفنا صور لبعض الحيوانات اللي عليهم كمامات وأصحابهم أحيانا قد يتخلون عنهم، لكن هل ممكن ينتقل الكورونا من الحيوان إلى الإنسان؟ هلا الكورونا الجديد نيو كورونا هو في نظريات بتقول انتقل بالاول من حيوانات الوايلد انيمالز يعني الحيوانات البريه بالصين، وهيدي بعدها نظريات، بس من الحيوانات الاليفه لا قلنا لا. هلا هو بالعلم بدي اقول الارجح لا، بس العالم ما بيحبوا يسمعوا الارجح لا، سو حقول لا، هالشيء مش مزبوط، ما بينتقل من الحيوانات الاليفه لنا ولا حتى بينتقل من لنا للحيوانات الاليفه. يا حرام على الناس اللي راحت وزعت كل حيوان أليف عندها، يعني ليه؟ لا مش مزبوط هالشيء، مش مزبوط هذا الشيء. طيب لو نبغى نسأل هل المضاد الحيوي، لأنه في ناس قالوا ناخده على صحة السلامة، أنا حاخد مضاد حيوي عشان إيش ما تجيني الفيروس الكورونا، هل هذا معتقد صحيح؟ أكيد لا، أكيد لا. المضاد الحيوي هو بيقتل البكتيريا، والكورونا هو فيروس وأصلا ما إلى دواء. سو كمان جواب أكيد لا، الأنتيبيوتكس ما بتعمل شيء للكورونا فيروس بالمرة. حلو. نعم. طيب احنا ليش ما نخلي الدكتوره تسالنا على اعتبار انه انا بسالكم انه احنا يعني نعيش هذه المرحله، انه هل في امور ممكن تكون مغلوطه عندنا؟ فدكتوره انا جايك وانا ضايع في زحمه طيب المعلومات. اسالك السؤال الاكثر شيء هلا عم يسالونا اياه الناس، اذا انا بدي سافر شو بعمل؟ هل بسافر ما بسافر؟ شو بعمل لا احمي حالي من الكورونا؟ اول شيء بسافر او ما بسافر؟ هذا السؤال. انا اسافر عادي. أنا بالنسبة لي حسب المكان، إذا مكان يعني مهدد أو فيه خطورة ما أسافر صراحة. منيح بنربح، في ربح وخسارة، جاوبوا أقوى. أوكي جاوب. السؤال هو أنت قلتي بسافر. أنا سافر. أوكي. سو نحن كدكاترة ما بنقول إيه أو لا بهذا الموضوع بالسفر، أول شيء بنعتمد لوين بده يسافر الشخص، أكيد قديه ضرورة هالسفر وكم مدة الساعة بالسفر. منقول إيه بتنتقل إذا كان في كورونا، شخص معه كورونا فيروس بالطيارة، إيه الهواء عم يعمل سيركوليشن، سو أكيد إذا كان في تشانس إن يكون في كورونا فيروس رح يكون سيركوليتد بالطيارة. بس أجين منقول شو تشانسز، من وين جاي الطيارة ولوين رايحة، فالشخص هو بحد ذاته لازم يقرر شو الريسك، يعني هو يقدر يقيم. يس هذا نحن من وليدهم يعني بناخذ هالمعلومات منهم ومنقول لهم إذا إيه أو لا، لأنه يعني أنا الحين ما أروح الصين لو يسجلون صورة الصين العظيم باسمي. أكيد طبعا يعني ده طالب العلم اللي رايح الصين بطل مخبلاها، خلينا قاعدين. طيب سؤال ثاني دكتور. سؤال ثاني، هل بينتقل الكورونا فيروس إذا عملنا شيبينج أو جبنا غراض اشترينا شيء من الصين؟ والله اعتقد اي ممكن ينتقل. هل ينتقل الفيروس لو طلبتي مثلا طلب من الصين يعني طالبه اي شيء من الصين ووصلك؟ اوكي. هل ممكن ينتقل الفيروس ولا لا؟ يعني ما اتوقع. لا طبعا. انا اتوقع إيه؟ نعم. انت ايوه؟ انا اكيد لا. اوكي هون كمان الجواب هو لا. لا. لا لانه بده يكون نحن هو الكورونا بينتقل عبر اللمس، بس الكورونا ما بيعيش كثير برات الاجسام، يعني بده انفايرمنت، بده شخص، بده حاضن عايش مش ميت هيدا. فحتى لو كان في شخص معه كورونا لقط هالشيء قبل ما ينبعث وانبعث،
يلي هي كتير احتمال ضئيل كمان مش ممكن يعيش هالفيروس كل هالفترة طويلة. لأنه يضحك يقولوا حيبعتوا لكم هي بالطرد كتير عالم خاف يشتروا غراض من الصين واللي هي كل المحلات يعني. طيب بعد عندي أسئلة ولا لا؟ نعم طيب في سؤال هو هذا عام احنا نسأله كلنا مع بعض. هل صحيح أن هناك علماء توصلوا إلى لقاح ضد الكورونا؟ هلا عم يشتغلوا على الموضوع. أنتوا بجاوب أنا بس لا بعد ما صار في لقاح الكورونا عم بياخد شوية وقت لأنه عم يحاولوا يستعملوا الكورونا اللي كانت بالسعودية والكورونا القديم السارس. نعم. بس لا بعد ما يعني في دراسات في شغل بس بده شوية وقت لا بعد. نعم. ما صار في لقاح. نعم احنا مستمرين معك دكتورة. خلينا نشوف شكل الفيروس. يلا شكل الكورونا مشاهدينا وليش يسمونه بالفيروس التاجي. طبعا الصورة الموجودة على الشاشة الآن هي صورة تم التقاطها بالمجهر الإلكتروني عالي الدقة والفيروس ذو سطح كروي مغطى بزوائد تشبه التيجان ولذلك يسمونه التاجي. شكله زي شبه الزهرة. طيب دكتورة يعني خلينا نروح لمكان اللي حضرنا لك هو عشان نمشي معاك خطوة خطوة. إيش هي الإجراءات الوقائية اللي ممكن يعني نستفيد منها يعني زي المعقمات اللي احنا قاعدين نشوفها والماسكات. طيب كيف يعني اجراءات السلامه؟ خلينا نبتدي طيب مع الماسك والسوائل وبعدين ننتقل للمرحله الثانيه. اوكي هلا في ماسكين هيدا اسمه N95 وفي هيدا الماسك العادي. ايوه هلا نحن بالمستشفيات بننصح واذا كان عندنا حدا مشكوك بامره بالكورونا بنستعمل هيدا. ليه؟ لانه هيدا فينا نعمل له سيلينج يعني ياخذ حجم وجهنا. نعم. لكل شخص فاكثر بيحمي. بس هيدا نحن اصلا وهيدا العادي بنستعمله خصوصا هيدا بالمستشفى. انا لين اسبوع كنت افكر انه هذا ممكن. ايه هلا حتى بال WHO بالاول قالوا استعملوا هيدا بعدين قالوا استعملوا هيدا. نعم. ففي شويه لخبطه بالموضوع. نحن بالمستشفيات هلا بدبي وحتى بالسعوديه عم يستعملوا هيدا لانه اوقات بنضطر ناخذ عينات من المريض بده يسعل بدنا ناخذ هيدا فهيدي بتحمي اكثر. هذه هي اللي فيروس الكورونا هذه نحمي من هيدي. اوكي هلا بهيدا نستعمله بالفيروسز الأخف. أيوة. كمان بسعودية وهون. أوكي. اتفقنا إذا بتكون إنه إذا حالي مايلد يعني مش كتير مريضة ومشكوك بأمر إنه كورونا وهيدا منه موجود فينا نستخدم هذا. على أي جهة بالضبط معلش؟ من الأخضر لبرا والأبيض لجوا. لجوا أوكي. هلأ نحن برات المستشفى أنا ما بنقول للأشخاص استعملوا الماسك لأنه أول شيء منه براكتيكال منه عملي. إلا في حال كنا عن جد مضطرين نتواجه مع شخص مريض أو بجروب ومضطرين نكون موجودين وهالشخص مش قادر هو يكون مخبي هالفيروس ساعتها بنستعمله. في المعقمات طبعا اللي احنا دائما بنستخدمها في الأيام العادية بس بنشوفها بكثرة عند انتشار أي فيروس. طبعا. كيف الطريقة الأسلم إنه إحنا نستخدمها؟ طيب هقول هيدا. هلا المعقم لازم يكون فيه الكحول أكثر من 65% يعني. أيوة. كلهم هني تقريبا كلهم اسمه ايزوبروليل منحطه في حطهم هون هلا عادي على إيدنا. شوي تحبين كأنه هيدا anyway افترضنا إنه حطينا. أوكي. سو أول شيء لازم هني 6 خطوات. أول شيء لازم الإيد للإيد. أوكي. بعدين إيد وجه قفا وجه قفا بعدين هيك بنكون عم نتاكد انه كل البارتس تاعول الايد عم تتنظف بعدين هيدا الاصبع بعدين اخر شيء نعمل هيك سهولي. طبعا هذه الحركات ايضا تطبق على الغسيل بالماء والصابون. طبعا هلا بالماء والصابون شو اللي بيفرق انه على طول بننشف ايدينا قبل ما نطفي المي. واو هيدي لانه ما بدك تدقر ايدك بان بالمحل ما بلشت. نعم. ودورت الماء. انا اصلا يعني في دراسه يمكن قلناها من زمان هنا في صباح الخير العرب انه طاوله الطياره اللي هي اكثر عرضه لانتقال. نعم. الجراثيم والبكتيريا فصرت اجيب من هذه نفس المعقمات وصرت امسح فيها الطاوله وامسح فيها قعدتي. هل هذا يعتبر برضه من الاجراءات الوقائيه ولا هذه وصلنا مرحله الوسوسه؟ نحن بننصح الايدين يعني انا ما في نظف كل الانفايرمنت. اوكي تركت الطياره ما فيك تنظفي مطرح المطار مثلا او هيدا. الايدين اي شيء خصوصا هلا اي شيء هلا اكيد وقتها نسعل وهيدا لازم ننظف وان كان بهيدا ولا بالصابون بس باي حاله حتى نحمي حالنا الايدين هي. وفي حاجه مهمه يمكن كان في سؤال اللي هل اللقاح اللي ناخده حق الانفلونزا هل فعلا انه بيساعد على انه احنا ممكن نحارب هذا المرض؟ لا
ابدا لا. بالعكس هلا مزبوط نحن اول ما طلعت الكورونا مع انه انا قبل كنت عم بدعي العالم بليز خذوا الفاكسين كرمال الانفلونزا، اجت العالم تاخذ هلا الفاكسين كرمال تحمي حالها من الكورونا، هالشيء مش مزبوط، ما حيحمينا من الكورونا بس بيحمينا من الانفلونزا. شكرا لتصحيحك كل المعلومات المغلوطه اللي كانت في بالنا، ويعطيكي الف عافيه دكتوره يمنى الديراني، كل الشكر لك ويومك سعيد يا رب. تسلمي الله يخليك. بدنا الروق، بدنا الروق هيك بشويش، مش 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 هالقد ولا. طيب دكتوره خلينا يعني على ايدينك لو سمحتي اساس ناخذ اخر اجراءات مع الفاصل. يلا أيوة. هذه الطريقه. طيب الطريقة لا قول الطريقه صحيحه. سويت اول شيء انا مو اول شيء هو على بعضه ناقم الفلور ما علي سوري حاج. بعدين هون وهون اوكي، بعدين هيك بعدين هيك مره هيك بعدين هيك وهيك بعدين هيك وهيك. هلا دبليو اتش هذه عشان الاظافر. ايوه لهون هون هولي هولي نحن بنعملهم بالمستشفيات. دبليو اتش او كثير موجوده يعني في جوجلت كثير موجوده، والمدارس بيستعملوا بيعلموها للاولاد صاروا كثير حلوه. انا ما كنت اعرف هذه وهذه إيه لانه وهي بيقولوا 15 ل 20 ثانيه لازم الواحد يضل يعمل هيك، يعني بدنا نكون هيك رواه وبنعملها نركز لها بدنا نروح زي ما بقول. يعطيك العافيه.